الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. نحيي اليوم الذكرى الهلال الأحمر الليبي بالذكرى 65 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي في ربوع ليبيا الحبيبة. واليوم انطلقنا بمسيرة بتعريف بالحركة الهلال الأحمر على مستوى ليبيا ومستوى العالم. وكما نحب نشكر كل المتطوعين في ربوع ليبيا وفي مدينتنا الحبيبة جدابية على ما قدموه من خدمة الإنسانية.